أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السادس، مرحلة اكتساب اللغة الطور الثاني في الوحدة الأولى من الفصل الدراسي الثاني، وهي بعنوان أنا مثقف. إذن سأقوم اليوم بشرح أبرز الخطوط العريضة المتصلة بهذه الوحدة، فكونوا معي. كما ترى عزيزي الطالب، فإن هذه الوحدة تتناول موضوعاً مهماً وهو الثقافة، نستطيع أن نستشفه من عنوانها وهي بعنوان أنا مثقف. سندرس فيها مجموعة من النصوص بعناوين مختلفة، ستكون هذه العناوين برامج التلفاز، عربة ساري، اعرف بلدك، حكاية من تنزانيا. سنتناول أيضاً مجموعة من الأنماط اللغوية المتعلقة بأسئلة خاصة بهذه الدروس، منها أنواع الفعل من حيث الزمن، ضمائر الغائب، أقسام الاسم من حيث الجنس، أقسام الاسم من حيث العدد، وسنطبق ما تعلمناه في مهام ومشاريع صفية وبيتية. المفهوم الرئيس الذي سنركز عليه في هذه الوحدة هو الثقافة. أنت تعلم عزيزي الطالب أننا نختلف بالثقافات. هذه الثقافات يحددها المكان والزمن، فما عاشه أجدادنا يختلف عما نعيشه الآن، وما يعيشه مجتمع غربي أو في بلد آخر حتى يختلف عما نعيشه نحن في بلدنا. عاداتنا، تقاليدنا، هذا كله سندرسه من خلال تناول نصوص القراءة موضوعاتها وأبرز أفكارها. أما عبارة البحث والاستقصاء فهي: تتضمن اللغات أشكالاً وأعرافاً منوعة للتعبير عن الثقافات والحضارات في كل زمان ومكان. كما تلاحظ عزيزي الطالب، فإن محتويات الوحدة الثالثة تتنوع بين نصوص قراءة وفهم للمقروء، وبين قواعد وإملاء، نصوص مرئية واستماع، وتعبير شفهي وكتابي، باستخدام مفردات جديدة نتعلمها ونوظفها في تعبيرنا بكتابة أسطر قليلة. إذن كتاب أصدقاء العربية، الدروس التي تحتوي عليها هذه الوحدة: الدرس الحادي عشر وهو بعنوان برامج التلفاز، الدرس الثاني عشر وهو بعنوان عربة ساري، الدرس الخامس عشر وهو بعنوان اعرف بلدك، والسادس عشر وهو حكاية من تنزانيا. أما القواعد، كنا قد بدأنا بترتيب الجمل في الفصل الدراسي الأول والحديث عن الفعل. سنتحدث في هذه الوحدة عن أنواع الفعل من حيث الزمن، وضمائر الغائب، هل تتذكر هو هي هما، وأقسام الاسم من حيث الجنس، وأقسام الاسم من حيث العدد، إضافة إلى نصوص موجودة أمامكم، رابطها سيكون في صفحات المنصة التعليمية. سنقوم بالاستماع إليها، وهي نص القرية والمدينة وعجائب الدنيا السبع، وتقييم أنفسنا من خلال اختبار شفهي قصير أو اختبار مكتوب قد يكون أيضا، والتعبير الشفهي وهو كتابة رسالة إلى صديق أو قريب في بلد آخر. ولا تنسى استخدام المفردات التي تعلمناها والتركيز عليها أثناء كتابتنا، واستخدام الكتابة الصحيحة ومعايير الكتابة التي سأقوم بشرحها في صفحات المنصة. أما الأهداف التي سنقوم بقياسها في هذه الوحدة، كما تلاحظ فإن أمامنا أربعة أهداف، هي الاستماع كما ذكرت قبل قليل، نصوص نستمع إليها ونقيم فهمنا من خلال جمل بسيطة ومفردات مفهومة، القراءة سنقوم بتقييم قراءتنا للنصوص التي قمت بتحديدها قبل قليل وفهمنا لما جاء فيها، التحدث سنتحدث بلغة فصيحة وشفهية عن بعض الموضوعات منها الثقافة التي ننتمي إليها، والكتابة سنقوم بكتابة رسالة كما قلت ومراعين معايير الكتابة الصحيحة. أما المهارات المطلوب منا اكتسابها في هذه الوحدة،
هي المهارات البحثية، حيث ستقوم بالبحث عن موضوعات محددة، ولن ننسى توثيق المصادر التي لجأنا لها في البحث، ومهارات التواصل وهي متنوعة أثناء النظر إلى ما جاء في الكتاب وأثناء النظر أو العمل في المجموعات الصفية والتواصل مع المعلمة وما تقوم بشرحه أيضا. سنقوم بربط موضوعات هذه الوحدة مع المواد الأخرى، ومن هذه المواد التي قمت باختيارها لكم كما ترى التربية الاجتماعية من خلال التعرف على بلدان من العالم وثقافاتهم ولغاتهم. أنتم من ثقافات متنوعة أعزائي الطلاب، فمنكم من هو من الأردن، منكم من فلسطين، من أمريكا، إسبانيا، إلى غير ذلك من الدول، فكل واحد سيقوم منكم بالتعريف عن ثقافة بلده ولغتها. أما التربية الفنية ستقوم برسم أشكال ورسومات تعبر عن بلدك كرسم العلم مثلاً الذي تنتمي إليه، والتربية الإسلامية من خلال دراسة الآية الكريمة وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. إذن الأصل في خلقنا شعوباً وقبائل متنوعة هو التعارف. كنت قد ذكرت قبل قليل عن مشروع الوحدة كتمهيد، سأقوم الآن بالحديث عن المشروع بشكل مفصل وبالمعايير المطلوبة. مشروع الوحدة ستقوم بالتحدث من خلال عرض تقديمي تقوم بالقيام به عن واحدة من عجائب الدنيا السبعة، وتقوم بعرض الصور والوسائل التي تساعدك على شرح وإيصال الأعجوبة التي اخترتها. أما معايير التحدث أو معايير المشروع، عليك أن تتحدث بلغة صحيحة وأن تشمل صيغا كالصيغ المرئية والمكانية وسلامة اللغة، ولا تنسى أن الوقت المخصص لك هو من دقيقة ونصف إلى 3 دقائق. الربط مع رؤية ورسالة المدرسة الأمريكية الحديثة. نحن نعلم أن مدرستنا تنشئنا وتعلمنا لنخرج أجيال نكتسب سمات القيادة، المسؤولية، الاهتمام، التفكير، التواصل، إلى غير ذلك من سمات. كيف سنكتسب هذه السمات من خلال وحدتنا؟ ستتعلم السمات القيادية من خلال استراتيجيات تدريس الوحدة كقيادة العمل الجماعي. سنوزع الأدوار بين أفراد المجموعة، ستتحدث نيابة عن مجموعتك في بعض الأحيان، ستكون مسؤولاً عن تقديم مهامك في وقتها المحدد. هذا الشيء سيعزز ثقتك بنفسك ويؤهلك لقيادة مستقبلية، علاوة على ما يطبعه مشروع الوحدة من سمات القيادة في نفس الطالب. الأنشطة اللامنهجية، فيعد تطبيق مشروع الوحدة نشاطاً لامنهجياً يدعم المجتمع ويرتبط بقيم الوحدة. إذن أنتظر أن نخرج من هذه الوحدة بمفردات جديدة أعزائي الطلاب، بمهارات وقيم أيضاً جديدة، فسنخرج إن شاء الله متواصلين، مهتمين، مفكرين، وذو مبادئ، وأصحاب شخصيات متزنة. أنتم كذلك، ولكن سنكون أيضاً من خلال موضوعاتنا. أذكر بأن صفحة المنصة التعليمية نقوم فيها بشرح الدرس ووضع الأنشطة والتقييمات والمادة المرئية الخاصة بشرح كل موضوع على انفراد. هنا الحديث بشكل عام، لكن عند الحديث عن المشروع ستجد صفحة خاصة للمشروع. عند الحديث عن درس برامج التلفاز ستجد صفحات، ليست صفحة واحدة، صفحة خاصة للقراءة وصفحة للشرح وصفحة لحل الأسئلة. لا تنسى ذلك، وهذا سيساعدك في فهم الدرس خاصة إن لم تكن معي في الصف. كانت هذه أبرز الخطوط العريضة التي سنركز عليها في هذه الوحدة، وحدة أنا مثقف. أتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة. أراكم في الدرس الأول من دروسها، وهو درس برامج التلفاز، وأحب أن تطلعوا دائما على المربع الأخير في خانة الصفحات، وهو ما سنفعله في الحصة القادمة.
أشكر استماعكم، طبتم وطاب نهاركم، بكل أمل وخير.